المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن. أنا برحب بحضرتك معنا دكتور عمرو لهذه التغطية الخاصة عبر شاشة إكسترا نيوز. يا أهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدينك الكرام. أشكرك دكتور عمرو. الحقيقة وإحنا بنتحدث في يعني الاستعدادات الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين لفترة رئاسية جديدة، هل يمكن أن نعتبر أن الأصوات التي ستنزل وتختار المرشح الرئاسي الخاص بتلك الفترة تضع في الاعتبار المخاطر والقلاقل التي يعني تحد مصر من أكثر من جهة، خاصة بعد الأزمة الأخيرة، الصراع الأخير في غزة، وكيف تدار الأمور؟ هل معايير اختيار القائد القادم أو الزعيم القادم ستكون في الاعتبار أو في أبرز عناوينها مسألة الأمن والإيمان وقيادة هذه الأمة والمنطقة بأكملها؟ خليني يعني أقول لحضرتك أنه هو ده معيار هام في الانتخابات القادمة، أنه كان الكثير يتندر يعني حينما نقول أنه أحسن ما نبقى زي كذا أو كذا، الناس كانت بتتندر بشكل قوي على هذا الأمر. النهاردة الاحتياج إلى الأمان في وسط هذا المحيط الملتهب وفي وسط هذه الأحداث والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، أعتقد أن الاحتياج للأمان احتياج هام. وخلينا نمد الخط ما بين احتياجنا للأمان والتنمية. التنمية تأتي دائما بالأمان، لأنه كل ما نخطط أحسن وكل ما ننمي في ربوع وطننا أحسن، أعتقد أن هذا يأتي بالأمان. صحيح. وبناء على ذلك معايير الاختيار تختلف وبشدة وبشكل قوي. أنه ما كانت تذهب إليه القيادة السياسية وما كان يذهب إليه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في فترته وولاياته ولايتيه السابقتين، أنه كان دائما الدعم القوات المسلحة المصرية بأحدث المنظومات في التسليح وبأشياء كثيرة وبعلوم هامة تخص العصر وتكنولوجيا الحفاظ على الدولة المصرية بشكل قوي، أنه هناك رد قوي أنه الدولة المصرية كانت سابقة وأن القيادة السياسية كانت سابقة وكانت رؤيتها ثاقبة تجاه أمور عدة تخفى عن أعين الكثير. نعم، انطلاق الدعاية الانتخابية رسميا لمرشحي الرئاسة المصرية إلى أي مدى حضرتك بتراها أنها بتمثل خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق أهم استحقاق دستوري مصري خلال الفترة القادمة؟ الحقيقة أنه يعني وسط أحداثنا وهذه الأحداث الضاغطة والقوية والتاريخية، نذهب إلى استحقاقنا الدستوري كوطن وكدولة، هذا يعني الكثير. أن مصر لم تتوقف وأن مصر لن تتوقف، وأنه عملنا على بناء وطننا وعلى تنميته هو الأهم. وبناء على ذلك التنمية السياسية، تنميتنا السياسية قائمة على أن نقوم باستحقاقاتنا الانتخابية، والعالم كله ينظر كيف ستتصرف الدولة المصرية وكيف سيكون سلوكها تجاه هذه الأحداث الضاغطة. ونحن نجيب أننا ماضون في استحقاقاتنا السياسية سواء الانتخابية أو سواء كان عملنا على الأرض كأحزاب سياسية مجتمعة أو كمواطنين في اختياراتنا وذهابنا إلى صناديق الاقتراع. مصر لن تقف ومصر لا تقف، مصر ستظل للعالم منارة. من هنا بدأت الحضارة، وها هنا نقول في هذا العصر أننا ماضون ومختلفون عما كنتم تروا الدولة المصرية من قبل. برأيك دكتور إلى أي مدى ينظر العالم وينتظر الانتخابات الرئاسية القادمة ويتابع ما يعني تتمخض عنه هذه الانتخابات، خاصة أن مصر تمثل ركيزة مهمة جدا في المنطقة ليس فقط فيما يخص حدودها الداخلية؟ مصر هي محط أنظار العالم نظرا لقربها من الأحداث
ونظرا لتبنيها للقضية الفلسطينية ونظرا لأن هذا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ونظرا لأشياء كثيرة. من قريب كان عندنا اليوبيل الذهبي لأكتوبر ونصره وحوارنا الوطني الذي دعا إليه يوما ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشياء كثيرة، وحكاية وطن التي كانت تحكي كثيرا عن مصر. كل هذا كان يرصده العالم، نحن لسنا بمعزل عن العالم، والكل ينتظر استحقاق مصر الانتخابي في انتخاباتها الرئاسية، لأنها محط الأنظار وسط هذه الأحداث التاريخية، وسط ما دعا إليه سيادة الرئيس في مؤتمر السلام السابق أو القمة التي انعقدت سابقا في أكتوبر الماضي، وأشياء كثيرة. مصر الآن تمثل قلبا نابضا للعالم، وتمثل تحولا في القضية الفلسطينية بشكل قوي ستشهد عليه الأيام القادمة إن شاء الله. نعم، اسمح لي أنتقل مع حضرتك بالحديث عن دوركم كحزب في نشر الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحشد الجماهير للنزول لمراكز الاقتراع للإدلاء بصوتهم. خليني أقول لحضرتك أنه يعني ما نظمته أمانة محافظة الشرقية هو على كل أمانات الجمهورية فيما يخص التوجيه، أنه صوتك كمواطن له أثر كبير أيما كنت ستختار وأيما كان اختيارك. ويمكن ما نظمته أمانة محافظة الشرقية في مؤتمرها الجماهير الكبير كانت هذه دعواه، وهي كل الدعاوى القادمة في كل أمانات الحزب، لأن التثقيف السياسي فرض تقوم به الأحزاب تجاه الدولة، وفرض هام منا تجاه كل مواطن مصري كي يعرف استحقاقاته وكي يتعامل معها بنضج سياسي. وأن نقول أن مصر تغيرت، وأن الممارسة السياسية ليست كلاما ولا حبرا على ورق، هي شيئا واقعا أمامنا الآن. هذه مسؤولية كل منا، وهذا ما تعمل عليه كل أمانات المحافظات في حماة الوطن، كي ندعم الفكر السياسي وكي ندعم التثقيف السياسي تجاه الاستحقاقات الانتخابية في وطننا العزيز. نعم، يعني أنا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات وهذا التحليل دكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، شكرا جزيلا لحضرتك.